مرحبا، استكمالا لمادة شابتر 4 اللي توقفنا عندها خصوصا بشعبة الأحد ثلاثة خميس، آخر instructions وصلناها هي الـ exchange والـ exlat. exchange مثل ما حكينا بتستبدل قيمة السورس بالـ destination، وهي تعتبر complex instruction لأنه باستخدام ثلاثة move instructions ممكن تأدي وظيفتها عن طريق استبدال قيمة السورس مع الـ destination. في الحالة ما رح يفرق عنا مين هو السورس ومن هو الديستنيشن لأنه عملية تبادلية بطبيعة الحال. الانستركشن اكسلات بالمقابل هي مثال على لوك اب تيبل. مفهوم اللوك اب تيبل بحد ذاته هو مش جديد علينا لأنه استخدمناه بأماكن كثير مثل جداول اللوغاريتمات. باختصار اللوك اب تيبل هو عبارة عن قائمتين، العمود الأول أو القائمة الأولى بلش من صفر لأن ناقص واحد لما يكون في عنا إن إليمنت، بقابلها قيمة مرتبطة فيها ممكن تكون علاقة بين العمود الأول والثاني، علاقة رياضية أو غير رياضية. أقصد بهالكلام ممكن يكون عنا لوك أب تيبل يعطي كوز لألوان معينة. بهاي الحالة طبعا مثل ما بنعرف من أيام مادة اللوجيك إنه عدد الإليمنتس راح أحتاجهم، بحتاج عندي بيتس 2 أس إن يكون أكبر أو يساوي عدد العناصر المذكورة. يعني إذا بدي أمثل أربعة كولرز كوز ما بينفع يكون عندي 1 بت بس، بدي على الأقل 2 بتس، أقل عدد من البتس لا أمثلهم، يعني من 0 ل 2 أس 2 الكل ناقص 1 أو من 0 ل 3. ممكن تكون كود عندنا 0 1 2 3 يقابلها ألوان ريد جرين بلو بلاك مثلا. بهاي الحالة لما بدي أعرف الكود مثلا اللي بيمثل رقم 2 بالعمود الأول بعرف إنه لون بلو والعكس صحيح. ما في أي علاقة رياضية خلت رقم 2 مرتبط باللون الأزرق أو أي كود بأي قيمة، مشان هيك بتكون علاقة غير رياضية. بالمقابل مثال على علاقة رياضية، جدول العمود الأول فيه يكون عبارة عن أرقام من صفر مثلا لخمسة، يعني 6 عناصر، ويقابلها التربيع تبعها فصفر 1 4 16 25. هنا في علاقة رياضية أكيد بتربط العناصر مع الإليمنت الموجودة راح تكون عندنا. Instruction Xlat هي عبارة عن تطبيق لللوك أب تيبل. الإكسلات عندنا لما نستخدمها ما بتاخذش operands، لكن استخدامها بتطلب وجود two instructions قبل ما استخدم الاكسلات، اللي هي move bx الاوفست للسترينج او الاري او اللوك اب تيبل اللي هي الميموري لوكيشن موجود عندنا، وحط رقم العنصر على الاكيوميليتر AL بالذات الحجم AL مش اي رجستر ثاني اللي هو من صفر لان ناقص واحد. xlat بيروح على العنصر اللي مذكور ويدور عليه جوات لوك اب تيبل وبرجع القيمة اللي راح ترجع لنا هتتخزن برضو على رجستر AL، يعني باخذ انبوت على AL وبرجع القيمة على AL، وبس حجم العناصر لازم يكون عندنا بايت او 8 بت مثل ما بنشوف بالمثال اللي هون. في عنا أري اسمها تيبل فيها مجموعة عناصر ديفاين بايت موزعة على أكثر من سطر، لكن هي تعتبر كلها أري واحدة 3F 6 5B 4F إلى 7F 6F عبارة عن 10 عناصر. إذا بدنا نرقمهم element 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عناصر من 0 ل 9 معرفين كود 7 define byte. move al4 move bx offset table هذول تو instructions اللي بيجوا عنا قبل الاكسلات. الاكسلات ببساطة بتروح بتدور جوات الريجستر bx لتلاقي الاوفست تبع الاري اللي اسمها table اللي هو بهاي الحالة table مثلا الاوفست تبعها 0000، يعني الريجستر bx رح يودينا على بداية الاري. العنصر
رقم 4 هو القيمة المخزنة على AL، فرح يعد عنصر رقم 4، مش رح يعد 4 أرقام، عنصر رقم 4 بداية من 0، فرح يدور 0 1 2 3 4، العنصر رقم 4 وليس العنصر الرابع. القيمة تاعيته 6، يعني 66، رح ترجع تتخزن على AL، فـ AL رح يساوي 66، أكيد قيمة دائما بالباينري أو بالهكسا ديزيمال، يعني إكس لات ما أخذتش أوبرنز، لكن بي إكس و AL لازم أعبي جواتهم الـ offset تبع الأري اللي بدي أنسخ من عناصرها، ورقم العنصر اللي هو ببلش من element 0 لإن ناقص 1، وبستخدم الإندكس تاعه أو الرقم تاعه مش الترتيب، يعني ما بحكي هنا هذا العنصر الخامس اللي هو فعليا هو الخامس، لكن بستخدم رقم الإليمنت اللي إله اللي هو 4. مثال ثاني عندنا الإكسلات فعليا اللي راح يسويه إنه راح يجمع قيمة الـ effective address، راح يحسبه كالتالي: الداتا سيجمنت في 10 هكسا زائد البيس ريجستر اللي هو بهاي الحالة بي اكس كأنه بيس بلس اندكس زائد قيمة AL. والمناسبة هاي الانستركشن الوحيدة اللي راح نشوفها تجمع ريجستر حجمه 16 زي بي اكس مع ريجستر حجمه AL. لما ناخذ الـ additional instructions بشابتر 5 راح نعرف انه الاحجام بالجمع لازم تكون متساوية، يعني 16 مع 16 او 8 مع 8. فالعملية اللي راح تصير فعليا هي هيك: داتا سيجمنت في 10 زائد بي اكس زائد AL. ففي عنا لوك اب تيبل ثاني 0 1 4 9 16 81، واضح انه عدد العناصر عنا 10، دائما نبلش من 0 واكيد لازم يكونوا ديفاين بايت، واضح كمان انه هاي القيم بتمثل السكويرز او تربيع الديجيتس من 0 الى 9. اذا بدي اعرف مثلا قيمة التربيع تبع 5 باستخدام اللوك اب تيبل، فبحكي التالي: move bx الاوفست، او بقدر استخدم LEA بطبيعة الحال، offset square table move AL 5 لعنصر 5، عنصر 5 اللي هو بالترتيب السادس، يعني مش العنصر الخامس، وهي من الاغلاط اللي دائما بتصير، لا هذا عنصر او element number 5. xlat، فالxlat زي ما حكينا راح تاخذ داتا سيجمنت في 10، هي بتودينا على بداية الداتا سيجمنت المخزن عليها الداتا، زائد bx اللي هي بتودينا على بداية الاري اللي اسمها هون مثلا سكوير تيبل، زائد AL اللي هو بتودينا على العنصر 5، وببلش العد من عنصر 0، برجع على AL القيمة تاعيتها 0 1 2 3 4 5، هذا العنصر تبعنا 25. AL تساوي 25 بالديسيمال، بس احنا اكيد لو تطلب منها هاي القيمة لازم تكون قيمة الهكسا ديسيمال المقابلة لها، فال 25 على فكرة لا يعتبر جواب صحيح، لانه انت لازم تكتب قيمة 25 ما يقابلها الهكسا ديسيمال. تمام، هي عبارة عن 16 ديسيمال يعني 10 هكسا زائد 9 يعني 19 هكسا، هذا هو الجواب الصحيح عندنا. اخر نقطة بالنسبة لها instruction، احنا برضو الاكسلات ممكن نفكر فيها ككمبلكس instruction، بمعنى انه لو مش موجودة ممكن انا استغني عنها، احط اول instruction وثاني instruction ومكان الاكسلات استبدلها بالثلاث instructions المذكورات عندنا هون، اللي هي subtract ah ah، والهدف من هاي instruction اني اصفر قيمة ah، يعني انا عندي قيمة al 05 اللي هو العنصر رقم 5 بهذا المثال، لما اصفر ah 00 ففعليا انا خليت AX تساوي 0005، يعني انا اللي عملته هون اني نقلت قيمة AL على ريجستر 8 بت، حولتها لقيمة نفسها بس على ريجستر 16. بعد هيك حكيت move AX على SI نقل ريجستر 16 ل 16، مشان هيك حولنا من AL ل AX. هون معناته انه SI هي نفسها صارت عنصر اللي عندنا اللي هي مثلا بهذا المثال 05 راح تكون عندنا. بعد هيك عملت موف على AL BX زائد SI اللي هي بيس بلس اندكس اللي هي داتا سيجمنت في 10 هكسا زائد BX زائد SI. BX هي نفسها BX اللي استخدمناها هون داتا سيجمنت في 10، و SI هي فعليا قيمة AX اللي هو اصلا قيمة AL، يعني اللي نفذناه هون هذول الثلاث instructions هو مكافئ اللي راح يسوي لنا اياه instruction xlat تحسب داتا سيجمنت في 10 زائد bx زائد al وتجيب 1 بايت وتخزنه على قيمة al. فالثلاث instructions المذكورات هون هم استبدلوا عنا instruction اللي اسمها xlat.